السلام عليكم. النهارده المحاضرة عن النيوتريشن ريكويرمنت ان تشيلدرن. النيوتريشن ريكويرمنت عبارة عن ويل بالانس دايت شوت سبلاي. لازم الوجبة الغذائية بتاعت الطفل تحتوي على عناصر متكاملة من adequate caloric intake, adequate proportion of elements. لازم على الأقل 50% كربوهيدرات, 35% فات, 15% بروتين. وبرضه بتحتوي لازم تكون بتحتوي على adequate vitamin and mineral و adequate amount of water. يبقى دي الوجبة الغذائية المتوازنة. adequate caloric supply بتختلف according to the age. في الفيرست مانث بي ريكوايرز 120 كالوري بير كيلو بير دي. ريست اوف ذا فيرست يير بقيت السنة بها الأولانية للعمر بيحتاج 110 كالوري بير كيلو بير دي, ومن عمر 1-2-3 years بيحتاج 100 كالوري بير كيلو بير دي. وبعد كده تبتدي تقل الكالوريز باي 10 كالوري كل 3 سنين لغاية لما نوصل ل 40 كالوري بير كيلو بير دي في الأدلت. الكالوريك ريكويرمنت كل جرام من الكربوهيدرات بيديني 4 كالوري, وكل جرام من البروتين بيديني 4 كالوري, وكل جرام من الفات بيديني 9 كالوري. لو الكالوريك انتيك از اديكويت وبروبورشنيتد, يعني زي ما قلنا ان هو المفروض الدايت تحتوي على 50% كربوهيدرات, 35% من الفات, and 15% من البروتين, يبقى دي considered well balanced diet. ده example للكالوريك requirement according to the age group بتاع العمر. بنحسب الويت, قلنا الايدج ان هير في 2+8, يعني هو عمره 4 سنين, يبقى 4 سنين في تايمز 2+8 يبقى 16 كيلو جرام. يبقى المفروض وزنه 16 كيلو عند عمر 4 سنين. يبقى المفروض قلنا عند عمر 4 سنين في الغالب هيحتاج 90 كالوري بير كيج, يعني في الويت بتاعه يبقى محتاج 1440 كالوري بير دي. وبعد كده بقسم الكالوريك على الايتم زي ما قلنا ان المفروض بيحتاج من الكربوهيدرات 4 كالوري, وبيحتاج من الفات 9 كالوري, وبيحتاج من البروتين برضو 4 كالوري. وبنظبط المعادله بتاعتنا عشان نحرف بيحتاج قد ايه, كام جرام من كل واحد بير دي. الووتر ريكويرمنت الاماونت بتاعت الووتر برضو بتديفرز اكوردنج للايدج جروب, يعني تحت سن سنه بيحتاج 150, from 1 to 3 years 125, from 4 to 6 years 100, from 7 to 12 years 75, from 13 to 18 years 50. السورس بتاع الووتر مصدر الميه من الديلي ووتر انتيك العادي ومن الميتابوليزم. البروتين ريكويرمنت احتياج التشايلد البروتينز, لازم نعرف الاول ايه انواع البروتينز او ايه انواع الامينو اسيدز اللي موجوده عندنا. في اسينشال امينو اسيدز, دي بتبقى اسينشال فور جروس اند كان بي سينثيسايزد باي ذا بودي, يعني دي مهمه جدا للنمو والجسم ما يقدرش يكونها. في امثله كتير منها زي الفالين, ايزوليوسين, الارجينين, اليوسين, تريبتوفان, ميثيونين, والاستيدين. وفي نوعين من الامينو اسيدز موجودين في التشيلدرن اونلي اللي هم التيروزين والسيستين. طيب في النوع الثاني من البروتينز او الامينو اسيدز اللي هي النون اسينشال امينو اسيدز, دي بتبقى سينثيسايزد باي ذا بودي بات نيدد فور جروث تو افويد الكونسومشن اوف اسينشال امينو اسيدز. يبقى دي بتتكون بالجسم ومهمه جدا للجروث وبتعوض استهلاك الاستنشال امينو اسيدز. ايه الاماونت اوف بروتينز ريكوايرد بير دي اكوردنج للايدج جروب؟ بلو 1 يير 2.5 جرام بير كيج بير دي, فروم 1 تو 5 ييرز 2 جرام بير كيج بير دي, فروم 6 تو 12 ييرز 1.5 جرام بير كيج بير دي, اباف 12 ييرز محتاج 1 جرام بير كيج بير دي. طيب في سؤال هنا يقول لي why the children need more protein than others, ليه الاطفال بيحتاجوا بروتين اكتر من البالغين؟ لان هما طبعا بيحتاجين رابيد جروث في المرحله العمريه دي, وان هما بيبقوا عرضه اكتر للجاستروانترايتس في مرحله اللي هما لما يجي لهم نزلات معويه شديده بيبقوا عرضه ان هما يفقدوا بروتين كتير. فاحنا لازم نبقى الاطفال نسبه البروتين انتيك عندهم عاليه عشان خاطر ان هي بتساعد في الرابيد جروس ومور لايبل للجاستروانترايتس وذ بروتين ايه لوس. الفات ريكويرمنتس, في
في تايبز من الفات وكل نوع من الفات ليه فانكشن معين. الساتوريتد فاتي اسيدز دي بتسبورت البادي ستراكشر، الانساتوريتد فاتي اسيدز للفود ستورز، الاستنشال فاتي اسيدز اللي هي لونج تشين بولي انساتوريتد فاتي اسيدز دي مهمه جدا جدا للسكين انتجريتي والهير جروس، حيويه الجلد ونمو الشعر، سي ان اس اند ريتينال ديفلوبمنت النمو بتاع الشبكيه والجهاز العصبي. الكربوهيدرات ريكويرمنت، التايبس بتاعت الكربوهيدرات، في انواع من الكربوهيدرات زي البوليساكرايدز فور اكزامبل الستارش السليلوز، الدايساكرايدز الملتوز السكروز اللاكتوز، المونوساكرايدز الجلوكوز الفركتوز الجلاكتوز. والديلي نيد من الكربوهيدرات يعني الاحتياج اليومي من الكربوهيدرات لازم يبقى حوالي 10 جرام بر كيج بر. الفيتامين ريكويرمنت، في عندي ووتر سولبل فيتامين بتتقسم الى ووتر سولبل فيتامين وفات سولبل فيتامين. الووتر سولبل فيتامين هم نوعين، فيتامين بي كومبلكس وفيتامين سي، دول بيبقوا نوت ستورد ما بتخزنوش ونو توكسيستي خلاص مفيش منهم اي ضرر. الفات سولبل فيتامين زي الاديك، فيتامين اديك اللي هو الفيتامين اي فيتامين دي فيتامين اي فيتامين كي، ودول بيبقوا ستورد في البادي عشان كده ممكن يحصل توكسيك من الاوفر دوز او الاندر دوز بتاعته. نيجي المهم جدا الفيتامين اي اللي عندنا بيهمني ان انا لازم اعمل اوفر فيو عليه ونشوف الديلي ريكويرمنت بتاعته بتبقى حوالي 1000 to 2000 انترناشونال يونت بير داي. السورسز المصادر بتاعه فيتامين اي زي الانيمال سورس زي الليفر الميت الفيش الايج الملك، الكاروتين، البلانت سورس بتاعه اللي هو الدارك جرين فيجيتابلز والكاروتس. طيب ايه الفانكشن بتاع فيتامين اي؟ الفيتامين اي ده بيساعد على الفورميشن ريدوبسين which is responsible for dark vision الرؤيه الليليه، integrity of mucous membrane and the skin زي ما قلنا ان هو بيساعد على حيويه الجلد. فيتامين اي deficiency clinical presentation، لو فيتامين اي قل هياثر على ايه؟ هياثر على الاي رقم واحد، هيعمل نايت بلايندز عمليلي، زيروسز اوف كونجنكتيفا جفاف للعين والكورنيا، كيراتوماليشيا اللي هي بتبقى عباره عن كورنيال الالسريشن اند دامج زي ما احنا شايفين في البيكتشر بالظبط كده، البيكتشر بتاعت الكيراتوماليشيا. السكن لو حصل فيتامين اي ديفيشنسي هيعمل فوليكولار هايبر كيراتوزيس. طيب التريتمنت بتاعي لازم ادي بروفلاكتيك اورال دوز حوالي 200000 انترناشونال يونت every 6 months. لو في مايلد سيمتوم يبقى انا محتاجه ديلي اورال دوز 30000 انترناشونال يونت. في السيفير ال والفوميتنج لو في طفل في مرض شديد او في ترجيع مستمر يبقى انا بدي فيتامين اي بالميتيت انتراموسكولار. فيتامين كي الديلي ريكويرمنت بتاع الفيتامين كي ان هو الاول بيبقى سنسيتايز بالانتستينال فلورا، بكتيريا المعديه البكتيريا اللي موجوده في المعده، وبينيد البايل اسيد البايل سولتس فور اتس ابزوربشن، وبيحتاج البايل سولت عشان الامتصاص بتاع الفيتامين كي يبقى مظبوط يبقى محتاجين البايل سولت. ايه سورسز بتاعه الفيتامين كي؟ النتس، ليفي فيجيتابلز اللي هي الخضروات الورقيه، البريست ميلك. عايزين نقول ان البريست ميلك بيبقى ديفيشنت فيتامين كي، نسبه الفيتامين كي في لبن الام بيبقى ضعيف. الفانكشن بتاعه الفيتامين كي ده بيساعد على السينثيسيس اوف كواجيليشن فاكتور، عوامل التجلط خصوصا عوامل التجلط رقم 2 و7 و9 و10. الديفيشنسي بتاع فيتامين كي يعمل ايه وايه هو الاسباب بتاعه فيتامين كي؟ اول حاجه الفيتامين كي ديفيشنسي الاسباب بتاعته ديكريز في البكتيريا الفلورا، او طفل مولود نيبورن دايما بيبقى عنده ديكريس في البكتيريا الفلورا، او اطفال بتقعد فتره طويله على برود سبيكترم انتي بايوتكس، ده كل الانتي بايوتكس المضادات الحيويه كتيره فتره طويله برضو بتقلل البكتيريا الفلورا وبالتالي بيأفكت السينثيز بتاع فيتامين كي. مال ابزوربشن، صعوبه في الامتصاص بتاعه الفيتامين كي او في مشكله في الامتصاص بتاع الفيتامين كي. دراج انترفير مع الفيتامين كي اكشن، الطفل بياخد اي ادويه بتعوق الاكشن بتاع الفيتامين كي. المانيفستيشن بتاع الفيتامين كي ديفيشنسي هيموراجيك ديزيز اوف ذا نيوبورن، يعمل هيموراج في النيوبورن. طيب عشان انا اتجنب المشكله دي في النيوبورن لازم كل نيوبورن ياخدوا بروفلاكتيف فيتامين كي انتيك افتر دليفري، ياخدوا حوالي 1 ملي جرام فيتامين كي ايميديتلي افتر اي دليفري. لو فعلا اتضح ان في مشكله من الفيتامين كي يبقى انا لازم ادي ثيرابيوتيك دوز من الفيتامين كي جرعه علاجيه اللي هي بتبقى 5 ملي جرام انتراماسكولار بير داي فور 3 دوزز من الفيتامين كي.
فيتامين اي اللي هو التوكوفيرول الديلي ريكويرمنت بتاعته 15 تو 25 انترناشونال يونت بير داي. طيب ايه هي السورسز بتاعه الفيتامين اي؟ فيتامين اي ده موجود في البريست ميلك، يعني سفيشنت في البريست ميلك، على عكس الفيتامين كي اللي كان ديفيشنت. فيتامين اي موجود بنسبه كافيه في لبن الام، موجود في النتس، موجود في الجرين فيجيتابلز. الفانكشن بتاعه الفيتامين اي ده انتي اوكسيدنت وبيساعد على السيل ممبرين ستابيلايزرز. الديفيشنسي بتاع فيتامين اي وارد في البريماتور اللي هم الاطفال اللي هم مولودين قبل ميعادهم، خلاص. البروتين انرجي مال نيوتريشن، الاطفال اللي عندهم سوء تغذيه زي الاطفال المرزمس او الاطفال الكويش، والمال ابزوربشن في سوء في الامتصاص بتاعته. دول كل الاسباب دي اللي ممكن تعمل فيتامين اي ديفيشنسي. المانيفستيشن بتاعه الفيتامين اي هيعمل هيمولاتيك انيميا، يعمل اديما، الطفل يورم، معنى كلمه اديما، يعمل ثرومبوسايتوزس اكسجريتد باي هاي دوزس من الايرن. لو قال واثر على السي ان اس يعمل سي ان اس مانيفستيشن في سيفير ديفيشنسي اللي هي ان ذا فورم اوف ويكنس لوس للتي تندون ريفلكسز واتاكسيا. التريتمنت بتاع فيتامين اي لازم ادي توكوفيرول اسيتات انتراماسكولار للبريماتور، الاطفال اللي هم ناقصين والدين مولودين قبل ميعادهم لازم ادي توكوفيرول اسيتات، خلاص، واقلل البولي انساتوريتد فاتي اسيد في الدايت. زي ما نقص الفيتامينز بيعمل مشاكل، برضو زياده بعض الفيتامينز بيعمل مشاكل، فعشان كده لازم اعرف ايه المانيفستيشن بتاعه الهايبر فيتامينوزس لبعض الفيتامين. هايبر فيتامينوزس اي، لو حصل اكيوت هايبر فيتامينوزس اي اللي هو الطفل خد انجكشن لسنجل لارج دوز، جرعه كبيره جدا مره واحده، فده ممكن يعمل زياده في الانتراكرينيال تنشن، انكريز الانتراكرينيال تنشن اللي هو بيزود ضغط الاي مخ. بيظهر ازاي على البيبي؟ يحصل له فوميتنج، يرجع هيديك، صداع، وريستلسنس. طيب كرونيك هايبر فيتامينوزس اي نتيجه الكونتينوس ديلي انتيك من لارج دوزس، في الاول خالص بيعمل سبارس هير، دراي سكين، كراكلد ليبس، كريكد ليبس، وكرينيوتيبس. يعني ايه كلمه كرينيوتيبس؟ كرينيوتيبس يعني بيبقى فيه سيننج في الانر تيبل اوف ذا سكان بون، العظم بتاع الراس بيبقى ضعيف، فلما باجي اعمل بريشر على البرايتال والاوكسيبيتال بون بيبقى فيه ييلدنج اندر بريشر، يعني يحصل ايه، حاجه زي اسمها اكشل كريكلينج سنسيشن، زي طرقعه البيض. فدي بتبقى موجوده في الهايبر فيتامينوزس، وبرده بتبقى موجوده في الاطفال اللي عندهم ريكتس، خلاص. طيب ليتر بيحصل اوستيوبروزس، شورت ستيتشر، كسر قمه، ليه؟ نتيجه حصل بريماديور فيزيال كلوجر. هايبر فيتامينوزس اي بيبريديسبوز لنيكروتايزنج انتيروكولايتس وليفر نيكروزس، تليف في الكبد. هايبر فيتامينوزس كي ممكن يعمل هيموليسيس، وخصوصا في الاطفال اللي عندهم ديفيشنسي للجي 6 بي دي انزيم. هايبر فيتامينوزس دي بيحصل ايفيدنس للهايبر كالسيميا، زي ما احنا عارفين ان الفيتامين دي بيأفكت الكالسيوم ليفل، فبيحصل هايبر كالسيميا مع الهايبر فيتامينوزس دي، بتبان الساينز بتاعتها على البيبي بنوزيا، فوميتنج، بولي ديبس، يشرب ميه كتير، بولي يوريا، يدخل الحمام كتير، دي هايدريشن، يوصل لمرحله الجفاف، وهايبوتونيا، هايبرفليكسيا، الريفلكسات تبتدي تضعف، والتون كمان يبتدي يضعف. لو الكالسيوم زاد بيترسب في الكلى، فبيعمل نيفروكالسينوزس في السفير كيس. الووتر سوليبل فيتامينز اللي احنا قلنا عليهم هم نوعين، الفيتامين بي والفيتامين سي. الفيتامين بي هناخد فيتامين بي 1 وايه هي السورسز بتاعته، والديزيز اللي بيعمله فيتامين بي 1 والكلينيكال برزنتيشن. فيتامين بي 1 السورسز بتاعته البيت، الفيش، الايج، الميلك، النقص. الايتيولوجي بتاعه هيقل لو حصل ديكريس في الانتيك للسورسز بتاعته في الدايت، تمام، وهو نادر بس ممكن يحصل. البريست فيدنج للفيتامين بي ديفيشنت مذر، ام اصلا عندها فيتامين بي ديفيشنسي وبترضع طبيعي، فالطفل برضو عرضه ان هو يحصل له فيتامين بي بالتبعيه. او في ادويه بتانتاجونايز الاكشن بتاعه الفيتامين بي زي الاي ان اتش اللي هي ادويه علاج التي بي. الديزيز اللي هيحصل لو قل فيتامين بي 1 اللي هو البيريبيري، وده بيظهر كلينيكال ازاي؟ كلينيكال الطفل بيحصل له عرضه ان هو يجيله كارديوميوبثي وهارت فيلير، فشل في عضله القلب،
sensory neuropathy and food drop, ضعف في الأعصاب, hoarseness للإيه في الفويس. فيتامين بي 2 نفس السورسز بتاعة الفيتامين بي 1 هي السورسز بتاعة الفيتامين بي 2, ونفس الإيتيولوجي برضو هي هي. وده الفيتامين بي 2 بشوفه أكتر كاركترستيك في الكواشور كوريه ديزيز اللي هي طيب من البروتين انرجي مالنيتريشن. الديزيز اللي هيعمله لو قل فيتامين بي 2 اللي هو الأرابيوفلافينوزيس, وده بيبقى كلينيكال بيظهر ازاي, السكان بيحصل له سبرويك درماتيتس والماوس استوماتيتس والكونجنكتيفايتس. خلاص, بعد كده نيجي على النيكوتينيك اسيد, ده برضو نفس المصادر زيه زي الفيتامين اي بي 1 بالظبط, لكن ممكن يحصل له اندوجينس سينثيسيس يتكون في الجسم من التريبتو اي فين, نفس الايتيولوجي بالظبط. لو قل النيكوتينيك اسيد يعمل بلاجرا, بلاجرا اللي هما الكلينيكال بتظهر بثلاثة دي دايريا ديمنشيا ديرما تايتس. فيتامين بي 6 موجود في الميت والليفر والكيدني والبي نوت والسويا بينز, ولو قل فيتامين بي 6 يعمل جابا, وبيعمل ليك اوف جابا اللي هي بتبقى عبارة عن نيورو ترانسميتر موجودة, هتقل لما تقل تعمل كونفالجن ونيوروباسي ومايكروسيتيك انيميا اكتر بنشوفها في الادلت. فيتامين سي, فيتامين سي المصادر بتاعته السيترس فروتس الجرين فيجيتابلز والتوميتو. ايه الايتيولوجي اللي هيعمل لي ديكريس في الفيتامين سي؟ ليك للانتاك بتاعه في الفود, او ان في بويلنج للميلك, الغلي اللبن الكتير فتره طويله ممكن يعمل ديسترول لفيتامين سي بالتالي يقلل نسبه فيتامين سي. الديزيز اللي بيعمله اللي هو السكيرفي, كلينيكال بيبان على البيبي ازاي, هايبرتروفايد بليدنج جامز, شفايفه الجامز كبيره وبليدنج تنزف, سكوربيوتيك روزرز بتبان على الريبس بتبقى بينفول, ودي بتبقى موجوده عند الانكل اوف ذا ايه ريبس, وبيحصل بور هيلنج للوندز, لو اتجرح او اتعور بيبقى الووند ان هو يحصل له هيلنج بيبقى ضعيف, يحصل سودو باراليسيس ديو تو سبريوستيال ايه هيموراج. دي بيكتشر من الريبوفلافين ديفيشنسي زي ما احنا شايفين. مينرال ريكويرمنت, زي ما الفيتامينز مهمه المينرالز برضو مهمه للجسم, ولازم كل مينرال ليه مصادره وليه الريكويرمنت بتاعته اللي المفروض الجسم ايه ياخدها. الكالسيوم السورسز بتاعه موجود في الملك والملك برودكتس, زي ما احنا عارفين الكالسيوم ده طبعا ده مهم جدا للبون والتيس فورميشن, نيرف كوندكشن, ماسل كونتراكشن, بلاد كوجليشن, والفانكشن بتاع الهارت كاردياك فانكشن. لو قل الكالسيوم المانيفستيشن على طول بيبان على البيبي يا اما ريكتس كساح او انعظام وتتني. الفوسفرس, مصادر الفوسفرس الميلك الميلك برودكتس والميت, الاسينشال فور البون والتيز برضو زي الكالسيوم الفوسفرس نفس الكلام, الاستراكشرز بتاع المسل وبيساعد على الكربوهيدرات والفات ميتابوليزم, لو قل الفوسفرس هيعمل ريكتس اللي ينعزه. المغنيسيوم سورسز بتاعته الميلك الميت الفيجيتابلز, ومهم جدا للبون والتيس واكتيفيشن للباراثايرويد ونيرف كوندكشن, لو قل المغنيسيوم يعمل ايه تيتاني. ايرون المصادر بتاعه الايرون ليفر ميت ابل فيجيتابلز, ودي الايرون مهم جدا للهيموجلوبين والمايوجلوبين وبعض الاكسيداتيف انزيمز زي الكاتاليز والبيروكسيديز. طبعا لو الايرون قل يعمل ايرون ديفيشنسي انيميا ويبان كلينيكال ايه على البيبي ان هو يجي بايه ببلاجرا. الابنورمال نيوتريشن لازم نعرف الديفيجن بتاعتها بتتقسم الى اندر نيوتريشن يا اما اوفر نيوتريشن يا اما مال نيوتريشن. الاندر نيوتريشن كرونيك كالوريك ديفيشنسي, ده بيبان كلينيكال ديزيز اسمه مارازموس. اوفر نيوتريشن كرونيك كالوريك اكسس, ده اللي هو الاوباسيتي. مال نيوتريشن اللي هو ديفيشنسي لوان اور مور نيوتريشنال اليمنت معاها ممكن بلس اور ماينس اكسس كالوريز اللي هو بيبان ريكتس او كواشوركو. Thank you.